لانه هيدي ارجتني 100% انه انت عن جد ما بتعرفني وانت مطلوب منك تخلي رايك لنفسك. ممكن سؤال؟ مش سؤال انا منك. ممكن سؤال؟ بس عن جد خلي رايك سؤال؟ ممكن سؤال؟ يوم انا كلمتك على الاغنيه قلت لك انت ما تعرف الاغنيه كنت اقدر اصير سوري على كل ما اقدر اذكر عقلي واقول لك عندي اذن اسمع. انا ما قلت لك انت ما سمعت صح، انا قلت لك انت ما تعرف الاغنيه، الاغنيه صعبه، الاغنيه كانتري، بتعرفش يعني كانتري؟ مالك شغل فيني، اهم شيء انا سمعت. لا لا الي شغل، انا لا اعتقد انه في حياتك سمعت شيء اسمه كانتري ميوزك. لا سامع. سامع؟ وهي الاغنيه بالنسبه لك مش شرط فيها. في اشياء غنيت فيها غلط، مو انت قلتي عندي اذن؟ خلاص اوكي. هذه يا ميران نفس الكلام اللي انت قلت يوم انت يوم قلت لك هالكلمه زعلت انت مني عزوز. الحلقه هذيك تسجلت وموجوده يسمعوها البشر كلياتها. هلا اللي عم يحضرونا اذا شايفين انه انا يوميها خربطت ومعك انت حق فاسد حقك على راسي. انا كل كلمه انا بغني شرقي وبصحح لك اذا بدك. ورامي موجود اول امبارح بالليل كان عم يتدرب تحت انا الغنيه قاعد يسالني على العربه صح ولا لا واعطيته عربه يعربها. انا غنيت له عربه. هذا رايي انا. طيب اوكي خلص معناته روحوا اختاروا حدا بيغني شرقي. خلص اوكي. ولما تقولي شكلي بيغني شرقي انا ما راح اصور. بتعرف انه ولا حدا فينا ولا حدا فينا اوكي في اثر بحرف واحد على اللجنه بالنسبه لمين راح يطلع لمين. وبعتقد لما نقول الدريجي وما الدريجي من شان الايفال اذا العمليه انه مشان يطمنا اختاروا اكثر حدا بيعرف يجامل بالاكاديمي مشان يطلع يطرق الجميع مجامله يخلوني ناموا مرتاحين هذيك الليله ثاني نهار. مش فارقة معي I swear to God. انا بالنسبة لي لما بدي دليجي بدي دليجي اجيب لي الاشي اللي بطلبه لما بحتاجه. انا مثلا بدي كذا وكذا بس اي طالب مستعد يبها من غير ما قدر ويكون يقدر عنده الصوت انه يخلي البقايا يجتمعوا وقت اللي بدنا نقعد نسهر. قعدت انت اسبوعين عم تجرب تجمعنا ما عرفت تجمعنا لحتى الا شو رايك فينا. لا 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 برضو الشخص ده وهذا اسلوب وهذا اسلوب ما تلقى لنا واحد يقول لك كلمه عصبني وتمشي. ايه هذه البدايه اذا تجي ممكن يصير لانه انا انت عندك صوتك واحد من بين صوت 18 او 19 شخص صح؟ لا ما زال انت اصريت انك تقول كلمه قبل ما يصير التصويت ممكن تغير في مجرى التصويت كثير. شو؟ رايي هذا انت ما بتعرفي هذا رايي هذا رايي زين انت عن جد مخالفني انا ما بعرف الغرب. ميران انا ما قلت انت ما تعرفين مغربي بس مو خلفي مثل محمد المغربي اكون معك صريح. قبل ما تقول مثل محمد المغربي شو قلت؟ ايش قلت ميران؟ شو قلت؟ انا قلت كلمه شكري نط قام قال يعني قال كلامه يعني هو يمكن وصل لك شغله ثانيه. لا انت مش فاهم علي شكري مش لانك انت زودت الكلام. هو الموضوع وصلت بطريقه ثانيه وانا قلت كلام ثاني ما خليتوني اكمل كلامي. كلمتك كملت سلسله اشياء اللي عم تصير معي حاليا كثير زعجتني. انا اول ما جيت على البروجرام انا بغني عربي ما حدا مخليني غني عربي بالبرامات عم غني بس انجليزي. لا وفوق ما اني عم غني انجليزي عم غني شيء سريع مش شيء انجليزي اللي يبين الصوت وقدره الصوت لهلا لهاللحظه. وفوق كل هالشيء بيقول لي ما بعرف غني عربي. لا انا بعرف غني عربي. انزين ولا شيء عزوز عن جد ما بدي اتحمس. لا ميران ماكو مشكله بس انت فهمت شغلة غلط وشكري يا منك. لسه مو بس هيك مو بس الكلمه اللي انت قلتها الكل قاعد عم بيحكي ما حدا محترم حدا ما حدا عامل اعتبار حدا اكبر دليل كيف مش رح يحترم حدا. اي واحد اكثر واحد يفهمك في النقطه دي بالذات بلدنا. طب اوكي اكثر واحد يفهم فاين هذا اللي عم احاول اقوله. الموضوع مش موضوع الايفال. كلمه زينه هي انه حدا يريح لنا ضميرنا فاختاروا حدا مثل رامي مثلا او اي حدا يعرف يجامل صح. دي ما كانش قصدي زينه. دي ما كانش قصدي زينه. زين قصدي حدا يطلع يطمن لها بالها. لا يا عم واحد يقول لها الحقيقه الحقيقه حد يقول لها إيه؟ حد يطلع يقول لها الحقيقه فيطمن تكون حاطه في مخها اللي هو انا عندنا حدا بالاكاديمي وقح سوري عندنا حدا بالاكاديمي وقح ودينته كثير كثير واو ما شاء الله لدرجه انه يعرف من بكره حيطلع نومينيه. لا يلا نعمل مستحيلات قوموا. انا بالنسبه لي انسحبت على شطنا استني 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 كيف واحد واحد الموضوع مليون شغله ببالك كل يوم كثير زفت. Calm down. I am. No, 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 no. You're not calm. Right now, you are like shooting through the roof. Whatever. That is like 101 disrespect right there. Okay, you know what, Shukri? I just don't want any confrontations right now. حتى الكلام اللي صار. Don't get pissed off when people get pissed off at you because you are disrespectful. مالك منه؟ ما عندنا علاقة حبيبي. خلاص. موضوع الإبرة. ريح مخك. Are you kidding? في ناس في من أسوأ ثلاثة لمدة أسبوعين اخترتهم أنا طلعوا لهم منين؟ ومستعد اذكرهم طلعوا لهم منين؟
فمستحيل هم حاطين دليجي يحكم على الايفال وما ياثر. طب اقول لك انت تنزل تقول لهم تحت تنزل انت ما تخلص ايفالك ايه؟ انا مؤتم اخر واحد ايه؟ طب انا دليجي انزل تحت حلو خلصت ايفالك انطرنا خمس دقائق برا نطر تفضل افضل ثلاث والله رايي افضل كمان ليه رايي افضل ومن الثلاثه اللي اخترتهم انا اول اسبوع اختاروا واحد نومني وثاني اسبوع وهي اللي تقرر. بس حبيبي انت فهمتوني لما انا قلت لميرال انت يعني انا مش قصدي اني اقول لها ان انت ما تفهمي بشرعي لا بس شو يعني حتى شكري تو هو قال اوكي بس انت لازم خلاص شباب عم نطلع على غرفه البنات لو مدام رولا كانت هي اللي عايزه تقرر دليجي ما كانش عامل انتخابات يا ما الانتخابات دي مش هتبقى لذيذه مغربي جيت اكلمها لك خلي رايك لنفسك كي. والله العظيم انا اول مره واحده تكلمني بالاسلوب معزوز مثل محترم ميرال بس خليني اوصل لك شغله انا ما بجامل احد مو عشان اسمع قاعد بسوي بارت انا بصوت لا لا حبيبي انا كنت بالدليجي وانا شايف الوضع لا سوري حبيبي مو اي حدا راح صوت لي قاعد داخل يحكم علي قاعد يوم كامل في الإبارة انا قاعد على اعصابي صح ولا لا بس انا لما احكم على واحد ادري انه راح يجي الإبارة يطلع راح يقول لي شيء انا مرتاح منه مو انك جاملني انا ادري مغربي ويوم سألتوني من أفضل ثلاثة قلت لكم وسألتوني من أسوأ ثلاثة قلت لكم أنا مجرب الوضع شايف مغربي ماشي الموضوع مو سالفة أنا حامل لكم بارتي بكرة خلاص حبيبي أنا مش دليجي أنا بكرة حامل بارتي أنا عايز واحد لما يخش الإيفاليا مغربي بيسمع حلو وبعدين سي أنت بقيت دليجي تمام المفروض مش هقول مين اللي هيقدر يجمع الناس دي لما عاوز يكلمهم إحنا طبيعي المفروض نتجمع نحترم الشخص ده مش موضوع مين الشخصية الشخص الهيركليز اللي هيطلع يجمع الواحد عشرين واحد المفروض احنا نكون كبار ونفهم ان الشخص ده عشان يبقى وش كويس قدام الناس الكنترول 19 او 20 يعني ان احنا ما نقبلش انه يبقى شكل وحش قدام مثلا مدام رولا انا شعاره انت رشح مرشح عايز مديل عشان محمد تعال فكر بقى